كان الصلاة الدين هذه ما كان شي واحد اللي سميته، كان عايش مع مرته ووليداته، عنده ولد وكان تمع امه هذه. انا كنقول هذا الولد اللي كي ملي امه مرضات وكان كيهز على ظهره وكيهبطها وكيديها للسبيطار على ظهره كان كيديها، واش هذا غادي يقتل ولد؟ واش غادي يقتل انا ولد؟ ماشي غير نهار واحد، 3 ايام في السيمانه هو كيهزك ديال الدياليز يوميا الجامع ومرض نفسيا. ما عرفش انا ضغوطات اليوميه، حيت المرض النفسي ما كتقدرش تعرف هي الضغوطات اليوميه. انسان ولا على سبه في الضغط هذا، البعد على الله سبحانه وتعالى بزاف. الوفاء الام ديال الله يرحمها، واللور اللور ضغوطات يوميه كتوقع عليه من هاد ديك الفتره. هو يا اللور اللور واخا ديتو السبيطار مشى، هادي كنقول لانه مشى للسبيطار، مشى داو الطبيب عطاه الدواء، عطاه الدواء وعطاه ورقه وخرج. ملي خرج قطعها ولاحها، قال لي ما عندوش شي حاجه. الولد صافي رجع. كيفاش هما ما شدوش وما كيفاش علاش ما خداوش؟ اذا هادشي غادي يكون جريمه ضروري، غتكون جريمه لان صافي الولد غادي يبقى نهار على نهار كيتزاد الحاله ديالو. مسؤول، كلشي مسؤول على هادشي، كلنا مسؤولين على هادشي. كون شدوه يعني غادي يكون واحد الحل، يعني على الاقل غادي يتعالج، غادي يكون شي حاجه. اذا ملي ما شدوش اذا هذا ماشي انا ما كنهضرش عليك، انه هو هذا هو واحد اخر واحد اخر واحد اخر واحد اخر، كاينين بزاف. انا هذا واحد من ملايين الناس اللي كاينين هنايا. ما عرفناش شنو كاين، ولكن انا كنهضر على الحالات ديالنا حنا اللي انا عشتها، لاننا شفتها، لانني كنت كنشوف. ما تبينيش، ما نقولش ماشي مختل عقلي. واخا اختي سمعي، ما عندوش ذاك النفاق الاجتماعي. قالوا لك فلان دار هذا الشيء. انا ما توقعتهاش، وليت كنقول واش بصح؟ كنقول لي عاود لي الهضره، عاود لي الهضره واش هي هذيك؟ لحد الان انا كنغمض عيني وكنحلها وكنقول لا، وقيلا كنحلم. حيت ما يمكنش، ما يمكنش. انت كتعرفي الولد مربي، تتعرفي الولد داخل. انا ولد خالتي، انا كبروا كاملين. يعني يستحيل، يستحيل انها يكون هذا الشيء، يستحيل الا ان انسان يكون مريض. ضغوطات نفسيه وقعت ليه من بعد ما توفات الام ديالو، وكذلك المشاكل مع الزوجه. يعني مش لا ما كانتش مشاكل نهائيا. الزوجه ديالو الله عمرها دار احسن خلق، ما نقولش لك الزوجه ديالو. الصيد ديالها لا حتى شي حاجه. هذا الدري شنو نقول لك؟ انا ما تبغيهاش العدوك خلاوها، ما تبغيهاش لشي واحد اخر. نكذب عليك، كنت كنسمع على الناس هذا قتل هذا قتل، وما كان ما كناش كناخذوها بعين الاعتبار، ولكن ملي كتوقع لك عاد كتحس بها وكتعرف. حتى ان بعض المرات كيزيدوا الناس في الهضره، كنا حنا كنتيقوا الناس، كنتيقوا هذا كيهضر كيقول لها هذا راه شنو. دابا ما بقيناش كنتيقوا، لان كما كيقولوا كطيح البقره كيقوا جناوه، كلشي كيهضر، ولا كيقول السيوفه، ولا كيقول هادي، ولا كيقول على قبل الورث. ما كاينش الورث، ما كاين لا ورث لا والو، ما عنده حتى حاجه، ما كاين حتى ناس على قد حالهم، معيشه ديالهم على قد حالها، عايشين الناس على قد حالهم.